ومن رجع إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني عندما يقول لك الله هنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تذكر آية البقرة التي فيها صفات المتقين وصفات الصادقين. فإذا أردت أن تكون من المتقين الصادقين فاصنع ما ذكره الله تبارك وتعالى في تلك الآية.